بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الشعراوي رحمه الله عندما سئل عن حرمة الفن قال: الفن حلاله حلال وحرامه حرام. فالأصل بالفن أنه مباح، وهو حاجة كمالية عند جميع الشعوب والأمم للترفيه والترويح عن النفس، سواء كان تمثيلا أو إنشادا أو موسيقى. لكن ما خرج من الفن من حيث الشكل إلى إثارة الغرائز والإسفاف والابتذال والتعري والميوعة والتقليد الأعمى للأمم الغربية فهو حكما حرام. وما خرج من الفن من حيث المضمون أو النص إلى الترويج المباشر أو غير المباشر إلى منهج الشيطان أو خطواته المتدرجة في محاربة الأخلاق والدين، حتى لو قدم بشكل رصين، فهو أيضا حرام. ومن حيث الحجم، إذا تجاوز الصرف على الفن الحد المعقول بحيث تخصص له ميزانية ضخمة من المال في بعض الدول التي تغيب فيها البنية التحتية وأساسيات الحياة، فهذا من السفاهة. وعندما تبلغ أجور الفنانين الملايين بينما يعشعش الفقر، فهذا أيضا حرام. وبالنسبة للجمهور المتلقي، إذا تضخم دور الفن في حياته بحيث يصبح إدمانا أو نمط حياة للمتلقي، يلهيه عن العبادة والتفكر ويشغله عن إعمار البلد أو الفرائض وذكر الله، فهو أيضا حرام. إذن الفن يجب أن يكون منضبطا بالشرع من حيث المضمون ومعتدل من حيث الشكل، ولا يأخذ أكبر من حجمه الكمالي. ويجب أن يكون الإقبال على الفن من الجمهور المتلقي معتدلا من حيث الوقت والمال الذي يصرف عليه. في حديث صحيح رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث من معجزات النبوة، وكالعادة في تحليل الأحاديث النبوية التي فيها نبوءات مستقبلية، أول شيء يجب أن نقوم به هو السؤال: في أي مرحلة من المراحل السياسية الأربعة من عمر الأمة ستحدث هاتان الظاهرتان اللتان يشير إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ بكل تأكيد ليس من الصعب أن نعلم أنه لا يقصد مرحلة الخلافة الراشدة الأولى على منهاج النبوة، وأيضا لن تكون هذه الظاهرة موجودة في المرحلة الرابعة، أي مرحلة عودة الخلافة على منهاج النبوة. فالمهدي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فهل يمكن أن تكون هاتان الظاهرتان اللتان لم يرهما النبي في حياته تحققتا في المرحلة الثانية، أي الملك العاض الطويل؟ رغم وجود شوائب من إحدى هاتين الظاهرتين بشكل محدود في الفترات القصيرة من الملك العاض، لكن لم تكن ظاهرة عامة. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف تلك المرحلة بشكل عام بأنها ملك ورحمة، والرحمة والسياط التي كأذناب البقر لا يلتقيان. إذن بكل سهولة نستطيع أن نعرف أن هذين الصنفين اللذين لم يرهما النبي في عصره، في مرحلة الحكم الجبري تراهما الأمة وتعايشهما بكل وضوح، ويصبح هذا معروفا ومنتشرا في كثير من البلدان الإسلامية في الحكم الجبري. بل إن الصنف الأول هو أحد الركائز الأساسية التي ترتكز عليها معظم أنظمة الحكم في مرحلة الملك الجبري لبسط سلطانها. فالملك الجبري من حيث التعريف هو حكم قائم على الجبر والإكراه وانعدام حرية الاختيار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة، كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلا من أظهر طاعتهم. فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه. فإذا أراد الله عز وجل أن يعيد الإسلام عزيزا قسم كل جبار، وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها. يا حذيفة، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي، تجري الملاحم على يديه ويظهر الإسلام، لا يخلف وعده وهو سريع الحساب.
أما بالنسبة للصنف الثاني من أهل النار بالحديث، أي النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، فمن السهل أيضا وبمراجعة تاريخية بسيطة لحال المجتمعات الإسلامية في المراحل الأربعة أن نعرف أن ظاهرة النساء الكاسيات العاريات أو ما يسمى بالثورة الأنثوية لن تظهر إلى الوجود إلا في المرحلة الجبرية. كانت أول امرأة خلعت الحجاب علنا عام 1918 ميلادي، أي مع بداية فتنة السراء ومع الإرهاصات الأولى لولادة الحكم الجبري، فلم يكن التعري سائدا طوال فترة الحكم العاض الطويل أو الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولن يكون موجودا كذلك في عهد المهدي عندما ستعود الخلافة على منهاج النبوة. هذا التعري والسفور لن يراه الناس إلا في الحكم الجبري وبعد فتنة السراء، فعندما تتبرج المرأة وتبدي مفاتنها وعورتها فهذا أيضا من مظاهر السراء. ففتنة السراء لم تنقل الأمة فحسب من مرحلة الملك العاض إلى مرحلة الحكم الجبري، بل هي أيضا متداخلة عضويا مع مرحلة الحكم الجبري، فهي فتنة تلبس الأمة لبسا بحيث يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. وتأثير الفتنة مستمر طوال المرحلة الجبرية لأنها كالمخدر الذي يرافق إجراء العملية الجراحية المشوهة في جسد الأمة، تلك العملية القاسية التي سيتم خلالها سرقة أعضاء الأمة المخدرة عضوا وراء عضو وإنهاك جسد الأمة طيلة قرن الشيطان بعقاقير السراء المسكرة، وأثناء ذلك سيزرع كيان طفيلي في جسدها وسينمو هذا الكائن ويكبر ويقوى ويعلو علوا كبيرا حتى يبدو أنه هو مالك الجسد كله والمتحكم بكل أعضائه. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا التداخل العضوي بين الحكم الجبري وفتنة السراء وتأثيرها المستمر طيلة المرحلة الجبرية في الحديث الصحيح الذي يذكر فيه الفتن الأربعة الكبرى. فبعد أن ذكر فتنة السراء وتبرأ من الرجل الذي أججها انتقل للإشارة إلى الخاصية الأساسية للحكام في المرحلة الجبرية وشبههم برجل كورك على ضلع، كناية عن أنهم ليسوا أهلا للحكم وأن وجودهم مرتبط بقوى خارجية تسندهم في كرسي الحكم. ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ليس ذلك من قبيل المصادفة أن يتفشى الانحلال الأخلاقي وشرب الخمور وانتشار المعازف وظهور المغنيات والمطربات في مرحلة الحكم الجبري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وجاء في حديث طويل عن علامات الساعة الصغرى والذي رواه حذيفة ومعظمها تحقق في القرن العشرين وفي مرحلة الحكم الجبري، ومنها تلك المتعلقة بالانحلال الأخلاقي وفسدت القلوب واتخذت القينات واستحلت المعازف وشربت الخمور في الطرق، أي انتشار اللهو وكثرة المغنيات. إذن الملك الجبري رغم القسوة وانعدام الرحمة في بنية النظام الحاكم، لكن سيعطى معه مخدر طويل المفعول من السراء كي تستمر العملية الجراحية في جسد الأمة أطول فترة ممكنة، مخدر من الرفاهية الدنيوية العابرة من المسرح والسينما والطرب وغيرها من وسائل السراء، من الأمجاد الوهمية التي تصنعها الشعارات القومية والأغاني الوطنية الجوفاء، وأيضا من الثورة الأنثوية والثورة الجنسية والتعري والسفور والنساء الكاسيات العاريات. ولنبقى الآن تحديدا مع الكاسيات العاريات، وهذا الصنف من أهل النار نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. هل يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عن نساء متبرجات عاديات يظهرن في القرن العشرين يخلعن ثوب الحشمة الذي لبسته أمهاتهن وجداتهن
واتبعن خطوط الموضة والعصر. هل يتحدث مثلا عن مدرسة متبرجة للغة أجنبية في مدرسة ثانوية مثلا، أو مراهقة مهووسة بصراعات الأزياء؟ لا، ليس ذلك، لأن هؤلاء النسوة هن مائلات فقط، بينما النساء الكاسيات العاريات اللواتي يصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في حديثه هن مائلات ومميلات بنفس الوقت. ماذا تعني مميلات؟ كلمة مميلات تعني أنهن نساء يستملن غيرهن إلى نمط حياة قائم على انعدام الحشمة، هن نساء يروجن للتعري ويشجعن على السفور. مميلات يعني أنهن نساء يرفضن رفضا قاطعا الحشمة، وهن غارقات في وحول السفور وأوساخها، ولكن بنفس الوقت يستفزهن رؤية غيرهن من النساء نظيفات. إنه يتحدث عن النجمات والشهيرات اللواتي يبتدعن خطوط الموضة، فتأتي إناث أخرى مائلات فيقلدن النجمات المميلات ويتخذنهن قدوة ومثلا أعلى. إنه يتحدث عن النجمات اللواتي يؤثرن في أجيال كاملة من الفتيات المعجبات بهن. من أجل ذلك كانت العقوبة الكبيرة والقاسية والعادلة طبعا بأنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي علامة إضافية ثانية لتحديد هوية هؤلاء النسوة المميلات اللواتي يقصدهن في هذا الحديث، وهذه العلامة هي تسريحة الشعر، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كانت تلك القصة هي الماركة أو العلامة التجارية للثورة الأنثوية في الستينيات وبداية السبعينيات. في الأفلام السينمائية لحقبة الستينيات كانت هذه التسريحة هي السائدة والطاغية، الشعر المجموع إلى الخلف الذي يكشف كامل الرقبة ويبدو فيه الرأس كسنام الجمل المائل مع الصدر المفتوح وفستان قصير بدون أكمام. لكن العجيب في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين هذين الصنفين تحديدا رجال السياط والمشاهير من نساء الفن والإعلام. ومن يقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعمق ويحاول أن يفهم الرسائل المشفرة العابرة للأجيال، بكل تأكيد سيصل إلى نتيجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أكثر من الإشارة إلى أن هذين الصنفين من أهل النار يظهران للوجود معا في مرحلة زمنية واحدة هي مرحلة الحكم الجبري. فالحديث فيه معان أكثر من مجرد التزامن أو الحدوث في زمن واحد. الرسول الذي أوتي جوامع الكلم يريد أن يجر انتباهنا إلى شيء أبعد من ذلك، وكأنه يريد أن يلفت نظرنا إلى التحالف السري الوثيق بين الأنظمة الجبرية وبين عالم الفن الفاسد المرتكز على النساء الكاسيات العاريات، ويفضح هذا التحالف الوثيق بين عالم الفن المليء بالسفور والأنظمة الجبرية في كثير من البلدان الإسلامية، حيث أن الغالبية العظمى من الفنانات المائلات المميلات الكاسيات العاريات يكن متحالفات أو على الأقل متعاطفات مع السلطات الجبرية. ويكون أيضا هذين الصنفين بالذات من أهل النار، هاتين الطبقتين أو الشريحتين من المجتمعات العربية هما أصحاب النفوذ الأعلى في نظام الحكم الجبري، وهم أصحاب الدخل والثروة الأعلى، وهم ضيوف شرف مرحب بهم دائما في قصور الحكام الجبريين التي لا يدخلها عادة العلماء الربانيون ولا المبدعون الحقيقيون. إنه التحالف بين المبضع الجراحي ذو الشفرات الحادة القاطعة والمخدر بين صوت مروض حيوانات السيرك وقطعة السكر، بين عصا الجلاد والقفاز المخملي، ولهذا التحالف مبررات. إذن مهمة الحاكم الجبري وأعوانه من أصحاب السياط التي كأذناب البقر أن يستعبدوا ويقهروا ويفقروا، ومهمة حلفائهم من الكاسيات العاريات وأيضا مفتي السلطان أن يغسلوا الأدمغة ويسرقوا الوعي. من لهم قلوب يفقهون بها وعيون يرون بها سيرون الإشارات الكثيرة التي يقدمها الله للعلاقة الوطيدة بين عالم الفن والإعلام الذي يروج للسفور والانحلال، وعالم السلطة الجبرية في مرحلة الحكم الجبري. إذن
هل لا زال هناك خصائص أخرى للحكم الجبري؟ كشفها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكم سيستمر الحكم الجبري؟ وهل أعطانا الرسول إشارات نعرف منها متى ينتهي الملك الجبري؟ ومتى تعود الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة؟ للحديث بقية. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بنشر الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم.